والاول مره في التاريخ هشحن تصريح النجم في فيفا موبايل. نبدا باول لاعب جالنا وكان الفرنسي انطوان جريزمان، بعد كده من باكج زائد 103 المنتخب فرنسا والمركز اس تي والفريق اي سي ميلان، وهو ما فيش غيره اوليفييه جيرو، وبرده من باكج زائد 103 المنتخب فرنسا والمركز ار دبليو والفريق برشلونه، وطبعا ما فيش غيره هو عثمان ديمبلي. ونيجي بعد كده الباكج زائد 101 والمنتخب البرتغال والمركز سي اف، وهو لاعب اتلتيكو مدريد السابق ولاعب تشيلسي حاليا جواو فيليكس. ومره تانية من باكج زائد 101، يعني ده لو انا مولود في حواري باريس مش هيجي لي كل شويه لاعب فرنسي، لا وكمان عثمان ديمبلي تاني، ولكن كويس لانه من باكج زائد 101. بعد بقى ما جمعت 500 فيفا بوينت لقيت باكج فيه لعيبه تيم اوف زيير على لعيبه ايكونيك من كاس العالم على هيروز، لا وكمان عليه خصم 50%، يا بلاش والله. نفتح بقى الباكج والمنتخب البرازيل والمركز ار دبليو، وهو الصورة البرازيلية جريزينيو، ودي هتكون تشكيلتنا النهائية واللي بتيجي بأوفر 119.